حياكم الله شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله اموركم تمام. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلك كل شيء جديد. شرحنا اليوم ايه هو اخفاء حالة الظهور المتصل في تطبيق زانغي. خطوات بسيطة جدا، اتمنى تتابع الفيديو للنهاية حتى تستفاد. اول شيء نروح على تطبيق زانغي، بعد ما دخلنا للتطبيق نذهب إلى الإعدادات، بعدها نذهب إلى إعدادات الدردشة. هذه إعدادات الدردشة اللي هي خاصة بالألوان وحفظ الصور تلقائيا وغيرها. من ثم نذهب إلى الخصوصية، ظهرت لك مجموعة من الخيارات، من بين هذه الخيارات إظهار حالتي على الإنترنت، إظهار حالتي وأنا أكتب، إظهار حالتي تمت المشاهدة. أنت يا اللي تعجبك تريد تطفيها تقدر تطفيها، فقط تنقر هنا راح تنطفي، تنقر هنا راح تنطفي، وكذلك هذه الخطوة. تقدر أنت تفتح أي خيار وتقدر تغلق أي خيار. بعد ما غلقنا ذني الخيارات نقوم بالتراجع بخطوة إلى الوراء. أتمنى تستفاد من الفيديو، لا تنسانا من اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.